إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، فهل أجلس حتى يفرغ المؤذن أم أظل قائما حتى ينتهي؟ الأحسن أنك تنتظر وتجيب المؤذن وتقول مثل ما يقول المؤذن، تدعو بالدعاء، ثم بعد ذلك تصلي تحية المسجد، لتجمع بين الفضيلتين، فضيلة متابعة المؤذن والدعاء بعده، وفضيلة الإتيان بتحية المسجد. نعم، والأمر واسع ولله الحمد.